بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق دراوة. يا جماعة ده التقرير الثاني بتاع الغنم والماعز، النهاردة 27/12/2022. صلوا على سيدنا النبي فأول اليوم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها يا رب أبواب الفرج. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خش نشوفوا الاسعار يا جماعه مع التجار والمزارعين والاهالي. السلام عليكم معلم سلواوي، اخبارك عامل ايه؟ الله يوسع عليك. دي والده دي فين ذكرها؟ فين ولدها؟ 1700 يا عم ولد. 1700 كم؟ 17 ونص. 1750 يا جماعه اهي. وراها النتايه دي 25 يا جماعه، 25 17 100 خبار يا عم. 25 تحتيها تحتيها ها؟ أه؟ راجوز ب 32 دي ب 32 32 ده ولدها؟ لا ده عيال البنت. 32 يا جماعه، النبي احلى مول في السوق يا معلم. 32 يا جماعه، شايفين الاسعار؟ اربع سنات خبار. ده ب 800 صل على النبي يا عم. ودي الحمل دي ب 1600 الحمل، الصلاة على النبي طبعا. والتليفون يا معلم؟ التليفون 011 3576024. الله يوسع عليك احي، الله يوسع عليك عليه الصلاة والسلام. طبعا يا جماعة يعني احنا بنسوي رقم التليفونات كذا يعني احنا. الصلاة على النبي تبارك الله. صباح الفل يا شيخ طه، ايه اخبارك؟ عامل ايه تمام؟ الله يوسع عليك. ليه معاك يا شيخ طه؟ بعنا بالصلاة على النبي تبارك الله. العربية بركة بعنا. دي كانت معاك دي؟ قلبنا على دي احمد خروف. قلبه يا ابوي قلبنا على دي. الصلاة على النبي. كام ده معلم؟ قلب الخروف ما تسرش. 48 صلاة النبي 48 ما تسرش. ياخذ عمك احمد اوديه فين طيب؟ ما تسرش يا عم اوديه فين طيب؟ ما شاء الله ده فينك بارك الله. لا حية حلوة ما شاء الله. ده كفاية من يدك يا شيخنا. صلاة النبي يا عم. 48 يا جماعه لبانه. 48 طرف يعني حاجه حلوه ما شاء الله. كام ده حج؟ قلبه يا ابو. الصلاه على النبي يا عم. ما كسرش ولا سن. الصلاه على النبي، كام بالصلاه على النبي؟ فلوسه 53. فلوسه 53 يا جماعه. يا عم يتفرج على الكل، صور قفاه كمان. الصلاه على النبي يا عم. ما كسرش سنه ما يكسر. اللهم صل على النبي. الله ينور يا حج والله. صل على النبي تبارك الله. كام الحمل ده معلم؟ ما حدش قال فيها. حدش قال فيها؟ صل على النبي. خروفين دول حج؟ معلم صلاح. خروفين دول؟ خروفين. كام دول؟ دول ب 42. دول ب 42 يا جماعة. 4200. 4200 الناس اللي مكلمانا على الخرفان القانا. تفرج على الخرفان. دي عشر دي. الصلاة على النبي يا عم. عشر بالصلاة على الحبيب النبي. تبارك الله. شوف العشر كيف؟ يعني حاجة إيه؟ ضارة. عشر على درع. ما شاء الله، كام دي بالصلاة على النبي؟ دي فلوس هذول كده بيشتروا حاليا ب 53. 53. 53 الناس اللي مكلمانا عن النعاية يا جماعة، تفرج على الأسعار. سادة؟ اه صلاة النبي. تفرج 53. يعني تاخذ 100 عربية. وجسمك وشنا كيف؟ تبقى واخذ 100 عرق و100 عربيه، يعني تبقى ب 55 لغايه ما تخش عندي. الله ينور عليك والله يا حاج. والثاني دي معاك؟ لا دي مش معايا. الصلاه على النبي تبارك الله. الله ينور عليك يا حاج والله، منور. الصلاه على النبي تبارك الله ما شاء الله. معاك الكبير؟ ايه عامل؟ معاك الحمله دي؟ لا مش معايا انا. الصلاه على النبي عم، الله يوسع عليك. ازيك يا حاج؟ منور الدنيا والله. الله يوسع عليك. ايه تحتيها النعجه دي؟ تحتيها ذكر. تحتيها ذكر، سنها؟ نعجه ساده. نعجه ساده تحتيها ذكر يا جماعه. والدرع بالصلاه على النبي. حاجه حلوه ما شاء الله. ايوه. والفلوس اهم حاجه الفلوس. 55. 55 حلوه حلوه يا عم. احسن من العشر 53 اللي هناك. هذه السنه يا جماعه. تمام يا حج، الله يوسع عليك. صلاه النبي تبارك. 55 بالنسبه لسعر السوق كويس.
بالنسبه لسعر السوق تحتها بكر دي الصلاه على النبي تبارك الله. منور والله صيط الجدع حاج والله. وكان في جماعه عايزينه والله ورنيت عليك بس ما يلا في تليفون سيبه. تليفون زيرو 11 5 دقيقه 5 دقيقه شوف لك تليفونين برضه. يا جماعه نسيب لكم رقم الراجل ده النعجه دي ب 55 والده هي ونعجه حلوه يا جماعه طرف يعني 011 536 15 11 11 8 اسم الكريم عبادي عم عبادي يا جماعه راجل حبيبنا للمشاهد يعني ماشي يا باشا حبيب عم عبادي ماشي يا باشا. وهذا يا جماعه المال الطيب اهو صلاه النبي المال يعني. المال المواصفات ده المال الطيب ده عم الله ينور. فيها عشر على كده ولا حاجة؟ عشر شهرين. عشر شهرين؟ صلاة النبي تبارك. تحتيها ايه بقى عيالها؟ ذكر وانتهى. ذكر وانتهى يا جماعة. تحتيها. هذه النتاية وده الذكر. سنها قافلة. سادة على الأول. سادة على الأول. والفلوس يا كبير؟ الفلوس بيشتروا فيها ب6000. بيشتروا فيها ب6000. الصلاة على النبي. هذا يا جماعة الزرباوي. حاجة حلوة يعني ما شاء الله تبارك الله. وبيشتروا فيها ب6000 مع المعلم محمد. معلم محمد انت معلم محمد القراشي. أيوة يا جماعه صاحب الجد القدرس. ايوه الله يوسع عليه تبارك الله. ب6000 بيشتروا فيها. بيشتروا فيها ب6000 بس مش شديده شويه حق والله كله ولا هو الله. ولا هو الجو كله كده. هو الجو شديد بس برضه الزين زين يعني زين زين. ايوه بس نعزه ب6000 ما يشتري له نعجه طيب ب6000 ولا يا النبي يا جماعه اللهم صل على النبي. طب كم التليفون لحد عزم على محمد؟ 011 011 533 803 803 63 المعلم محمد القراشي جدد معاكم؟ معانا برضه. كم ده معلم؟ 3300 33 يا جماعه عليه 33. متشكرين يا معلمين متشكرين الله يوسع عليكم بالصلاه على النبي. 3300 اسعار ما يعلم بها الله ربنا. اسعار ما يعلم بها الا ربنا. غير منور يا معلم. كم خدته ده معلم؟ انا بدور على صاحبه. بدور على صاحبه. السلام عليكم. صباح الفل يا خال. دول عشر ولا والدين ولا ايه؟ دي والده. دي والده دي تحتيها؟ نتايا. تحتيها نتايا. كم دبرين؟ انا بسال والله. والحمراء دي والحمراء دي دي بكام الاول الوالده؟ دي ب 16. دي ب 16 تبارك الله. الحمراء العشر الصغيره اللي معاها واثنين من دول فلوسهم 3000. الدية واللي جنبيها؟ عشر الاثنين؟ عشر الاثنين. عشر الاثنين ب 3000. ده جد اللي هناك؟ جد. كام ده معلم؟ 14 ونص. ده ب 14 ونص يا جماعه. 14 ونص. دول معاك يا حي؟ دول حملان؟ كم كم دول؟ ثلاثة حملان. كم الثلاثة دول؟ ب52 ونص. الثلاثة ب52 ونص يا جماعة. هم الثلاثة مع بعضيهم 52 ونص. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. زي ما انتم شايفين الأسعار. تعال أفرجكم على الأسعار يا جماعة عاملة إيه. النعية دي شايفين النعية دي؟ النعية دي الصبح دي تحتها ذكر وانتايا. عيالها اللي تحتيها دي معاك ده معلم ب 11000 يا جماعه اتفصلت الصبح بس برديس حر وتمام وزي الفل بس يعني كبيره كبيره يعني 8 ونص كبيره لكن ب 11000 اتفصلت الصبح يعني. فرشكم احنا على اسعار يا احمد. ازيك يا حاج الاخبار الله يوسع عليك. معاك الفرشة دي يا حاج؟ الصلاة على النبي تبارك الله. ناخذ لكم شوية أسعار يا جماعة برضه إيه في الجزء الثاني كده. معلم خروف ده حاج؟ كم واصل ده معلم؟ 33 واصل ده يا جماعة 33
الحكم 35. الله ينور عليك يا عم. كم خدتهم دول يا معلمي؟ ولا اتفصلوا كم؟ 47 46 بقولون ده 47. الصلاة على النبي. 47 و 46 يا جماعة. 47 الاثنين لبانة. 47 و 46 الصلاة على النبي تبارك الله. الله ينور يا معلم. صباح الفل كبير. ايه اخبارك؟ عامل ايه يا عامد؟ الله يوسع عليك. نعجلي معاك؟ طيب معاك. ايه تحت يدي؟ كم ده؟ 6000 يا جماعة. كانوا هناك دولة؟ ب6000 يا جماعة. تحتي انتاية. تحتي انتاية يا جماعة. 6000. ودي في يدين هناك يا جماعة كمان سلالة دولة حساني دولة. جدين حساني دولة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حساني يا جماعة. حاجة تبارك الله. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله يعني. الصلاة على النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كم كبير الحبل ده؟ 34. على 34. 34 يا جماعة. كم واحد دولار؟ 11 خروف على 34. 3400 جنيه. كم الجديان اللي جوا دولار؟ الجديان ب 8000. 8000 طلايق دولار ولا لحم على كده؟ يشتغلوا كده كده وكده. يطلعوا لهم كم لحم الواحد على كده؟ طلعك يا جماعه برا. ابو كل واحد يجيب لي 30 واحد 20 يجيب لي 50 55. لا في مزيد يا رجل. ها؟ في مزيد. انا شايفه مزيد من كده. دولار ب 34 يا جماعه. الله يبارك يا عم. الله يبارك يا عم. الصلاة على النبي. صلاة النبي تبارك الله. الله أكبر. هذا الخرفان يا جماعة. الخرفان بسم الله ما شاء الله. خرفان الجميلة. خرفان المرعى. اللي احنا عايزين بس مش قادرين يعني نشتغل فيها بالأسعار دي بصراحة. ب 34 داير الحبل ده. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الفل يا خال. منور الدنيا والله. صورته والله النهارده ان شاء الله. صلى على النبي تبارك الله. يا كبير منور الدنيا والله. يا عامل النعجه اللي تحتيها اثنين بجررها دي تحتيها ذكرين بكام دي؟ دي الوكيل فلوسها 55. طب ما حلوه يا عم. في اسعار برضو 55 دي تحتيها ايه؟ ذكر انت ولا ايه؟ لا ذكور. دي ذكور الاثنين ذكرين بكام؟ 55. 55 الفلوس يا جماعة. 67 تحتها ذكر وانتهى. 67. 6700 جنيه. نعية حلوة ما شاء الله. دي 6000 يا أستاذ أحمد. شعورين. دي ب 6000 يا جماعة. تحتها ذكرين. هذه عيالها هم الاثنين دول. اللهم بسم الله ما شاء الله. تبارك الله ذكرين. ب 6000 ها؟ الله واشتروا فيها ابن الله الوكيل. الصلاة على النبي. حلوة يا عمو والله. واللي هنا دي عشري دي ولا ايه؟ ولا مش تبعك؟ مش كام الخروف دي؟ ده ب 47 يا جماعة. الله يوسع عليك يا كبير. واللي هنا دولة؟ دي تحتها ايه؟ دي تحتها ذكر. تحتها ذكر ده يا جماعة نعية سودان. 51. تحتها الذكر ده ب 51. تحتها الذكر دي 51. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. واللي هنا دي عشر؟ دي عشر كبير. دي عشر على طق ده يعني. عليها بص. ايوه دي بقول لك يا صبحت يا باتت يعني. خلاص دي يا جماعه بسم الله ما شاء الله. كم الفلوس ده معلم؟ 44. 44 يا جماعه. 4000 ودي ب 62 و400. كم دي؟ دي ب 62. تحتيها ايه دي؟ ذكر. تحتيها ذكر ب 62. والله صلاة النبي. فرشة جميلة وأسعار حلوة يا عم والله. والتليفون بقى كبير.
قول كده اسمك للمشاهد. عامر ابراهيم. طبعا. معلم عامر يا جماعه، راي الاخ وصاحب، بس احنا بنقوله الاسم ليه؟ عشان المشاهد يتصل بيه يقول له يا معلم عامر. معلم عامر تليفون بقى معلم. 011 10 10 4 5 6 4 5 6 301 301. يا جماعه والله راي التجار النظاف، التجار الصادقه، والله بياخذ الحاجه بيقول لك عليها كد كده، بيبقى عليها كد كده، واحنا بنشتري معاه بالعرق والله. الراجل ده تشكرين عم عامر، الله يوسع عليك. أنا دي الاثنين ايه دول ايه؟ واشتروا فوق ب 63 دي تحت رميسة. اه دي فاضية. دي فاضية. بكام الاثنين؟ 6000. 6000، واحدة والدة واحدة فاضية. الصلاة على النبي عليك عم عامر، الله ينور عليك عم عامر. راجل محترم والله، والله العظيم يا جماعة التجارة احترام وأدب. وأسعار بما يرضي الله، بدل الزق الناس اللي شغالة تزق لنا في السوق ده يا جماعة. صلاة النبي تبارك الله. هذا يا جماعة احنا طبعا بنعمل فيديو اول السوق وفيديو اخر السوق لغاية ما بنغطي البقر والعجول والجاموس، يعني بناجي نفتح بفيديو في السوق الغنم والماعز، وده الفيديو الثاني لما بناجي طالعين بناخد الغنم والماعز. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اخوكم احمد بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.